ما معنى هذه العبارة حقيقة حقيقة لا مجاز؟ حقيقة لا مجاز، الحقيقة ضد المجاز. المجاز يقولون هو كلام الله مجاز، بمعنى أن الله خلقه فيضاف إليه إضافة مجازية لأنه خلق. أهل السنة يقولون هو كلامه حقيقة، تكلم الله به. نعم، أحسن الله إليكم. والسائل يحتاج إلى أنه يدرس البلاغة حتى يعرف الحقيقة والمجاز ما هي. نعم.